نهاركم سعيد. راح أحكي اليوم على الفول مون وفي أشياء وتبس لازم أو يفضل إنه إحنا نتبع. بلاش نقول لازم، نبدأ بالأحجار تبعتنا. طبعا إحنا عارفين إنه الطاقة في الفول مون وقبل بيومين وبعد بيومين بتكون كتير كتير قوية. عشان نستفيد من هاي الطاقة نشحن فيها أنفسنا، نشحن فيها الأشياء اللي عندنا بالبيت، نشحن فيها كريستالاتنا أو أحجارنا، بإمكاننا نستعمل كذا طريقة. ورح نبدأ هلأ في أول طريقة بتخص الأحجار تبعتنا. أول طريقة ومهم إن إحنا نسويها رقم واحد، اللي هي نغسل الأحجار بالمي بطريقة، يعني نخلي المي تبعت الحنفية تمشي عليها بطريقة إنه تسري عليها المي، يصير في عليها سريان، أو إذا إحنا قادرين نروح البحر إن مثلا ممكن نحطهم، خلي مية البحر نوقف على الشط ونخلي المية تجري عليهم. ممكن إذا عندك نهر قريب منك كمان تخلي مية النهر تجري عليهم وانتي مسكاهم بإيدك لهذه الأحجار. بعدين النقطة الثانية، بعد ما نغسلهم تمام، بنروح بنجيب هاي الأحجار بنحطها في مكان، ممكن يكون صحن خشب، ممكن يكون صحن زجاج، يفضل ما يكون بلاستيك. بنحطهم، ممكن نحط عليهم مي وملح أو فقط نحطهم برا في النهار اللي قبل الفول مون، ونخليهم طول الليل موجودين ويشحنوا من طاقة القمر هاي الفترة. ولتاني يوم بعد القمر بنشيلهم. بس لما نيجي نحطهم تحت المي، مهم منا إنه شو نعمل. أهم نقطة إنه إحنا نحط نية إن نشيل أي طاقة سلبية من الأحجار، أي طاقة اكتسبتها أو سحبتها الأحجار من المكان من أنفسنا، ونحط نية إنه هاي الأحجار تسحب كل الطاقات العالية من هذا البدر اللي موجود، ونحط عليها النية اللي بدنا إياها. لو كان فرضا روز كوارز نحط نية الحب وزيادة ذبذبات الحب، لو كانت نفرض كلير كوارز نحط نية التنظيف والتشافي والهيلينج والحماية، لو كانت نفرض جيد نحط نية التشافي وتشافي القلب وفتح شاكرا القلب. حسب نوع الحجر نحط النية اللي بتخصه. فهاي من أهم النقاط اللي مهم إنه نعملها قبل الفول مون، وراح أتكلم عن النقاط التانية في فيديوهات أخرى. شكرا للجميع.